اولا انا باغي نشكركم على الحضور في هذه الندوه الصحفيه، وما فيها بس نتكلموا واحد شويه يعني بشكل مفتوح وبعيدا على نتكلموا بشكل يعني مفتوح ونناقشوا هذه القضايا كلها المرتبطه بالامور اللي بالدفعات ديال المعارضه، واللي كيفما قال بعض الاخوان الصحفيون قالوا دي بانها بالفعل هي مرتبطه ب مرتبطه يعني ب يعني ب ب ب يعني نقدروا نقيموها بانها لم تكن رقميه، ولكن كانت عباره عن تقديرات سياسيه. وحنا كنعرفوا هناك فرق بين التقديرات السياسيه وما بين الارقام. غنبدا بالسؤال الاول المرتبط اللي تكلم فيه السي احمد الارقم على المقترحات. الا سمحتي يا مدام نمشيو للمقترحات، اعطيني هذاك باش نديروا واحد المقارنه. هو هذاك كليكي دو فوا غادي يا حول وضعية المقترحات القوانين. مزيان، إذن قامت الفرق البرلمانية بتقديم 164 مقترح قانون على مستوى مجلس النواب خلال هذه السنة التشريعية. على مستوى مجلس المستشارين قدمت هذه المؤسسة 32 مقترح قانون، طبعا من ضمنها واحد 6 كانوا في الولاية في السنة الأولى، وواحد 3 كانوا في السنة الأولى ديال مجلس النواب. هنا زيد القدام مدام، زيد صافي خلي لي هذا، لا رجع خلي لي هذا مزيان. دونك ملي كناخذوا المجموع ديال المقترحات القوانين اللي موجوده الان قيد الدرس على مستوى مجلس النواب 301 مقترحات القوانين المسحوبه، تم سحب 7 مقترحات قوانين، تمت المصادقه عليها 4 مقترحات قوانين مقبولة من طرف الحكومة 22 مقترحات قوانين متبقية 288. مزيان، وهنا غادي نرجع خلي هذاك باش نديروا واحد الربط ما بين جوج ديال المعطيات. غادي نرجع للاجتماعات اللي قامت بهم الحكومة لدراسة المقترحات، لان شنو اللي كيوقع نفهموا دابا المسار. النائب البرلماني حينما يقوم بتقديم مقترح قانون، انا قلت نائب ولم اقل الفريق، لان المقترح هو حق للنائب البرلماني يمكن يحطو، والمستشار يمكن يحطو بوحده، ويمكن يحطو من داخل الفريق ديالو، كيف ما انه يمكن يحطو بمبادره شخصيه من خارج الفريق ديالو. هذا حق اعطاه الدستور للنائب وللمستشار. ملي كيتحط هذا المقترح مباشرة تتم إحالته على الحكومة. حنا شنو تيقولنا القانون التنظيمي المتعلق بتسيير وعمل؟ تيقولنا خصكم ديروا واحد الاجتماع شهري تدرسوا فيه هذه المقترحات. ما معنى أنكم تدرسوها؟ أولا الدراسة الأولى اللي كنعملوا كنمشيو نشوفوا واش المواضيع اللي تطرق لها السيد المستشار ولا السيد النائب، هل هي من المواضيع التي تدخل في التنظيمي أو في التشريع؟ إذا كانت في التنظيم سنقولوا بانه غير مقبول، هذا شغل الحكومه، الحكومه هي التي تنظم. الا كان تيدخل في التشريع تنشوفوا واش كيتلائم مع البرنامج الحكومي ديالنا اللي حنا مساءلين فيه قدام هذاك السيد النائب هو الاول. غادي يجي يسالنا عليه، غادي يسالنا سنويا، وغادي يسالنا عبر الاسئله الكتابيه والشفويه، وغادي يسالنا في نهايه واحد مقترح قانون مثلا. حنا اليوم كنعرفوا بان الاولويه هي الدوله الاجتماعيه، هي نوضعوا جميع الامكانيات باش نفعلوا الاستثمار، باش نفعلوا التعليم. كيجي واحد المقترح قانون معين ولكن اللي ما كيدخلش في البرنامج الحكومي ديال هذه الحكومه اللي هي مطالبه انها تتحاسب عليه في نهايه الولايه. مثلا مقترح قانون اللي مثلا مرتبط بشي حاجه بعيده على هذه المواضيع هذه كلها. فبالتالي شنو تنقول؟ تنقولوا اولا اذا كان هذا المقترح يدخل في التنظيم تنحيدوه، تنجاوبوا السيد النائب تنقولوا له مرفوض، ولا السيد المستشار. الا كان هذا المقترح قانون لا يتماشى مع السياسه ديال بلادنا
اللي غاديه في الدوله الاجتماعيه وفي تعزيز الاستثمارات وخاصه في المجال ديال الماء، ونهزوا الامكانيات المائيه ونمشيو لهنا وكذا وكذا وكذا، باش نقولوا ودي بانه لا يدخل في هذه السياسه هذه اللي غاديه فيها، وحنا محاسبين قدامك انت السيد المستشار. اولا مني تيكون هذا القانون هذا، هذا المقترح قانون كيدخل في التشريع ما كيدخلش في التنظيم، جزئيا تيدخل في هذا الشيء هذا النيت اللي حنا خدامين عليه، لكن هذا القطاع المعني عنده تصور فيه وحطوه في المسار ديال المصادقه. مثلا كاين مشروع قانون معين وهذه وقعت لنا غير مره، تيجي مقترح اللي تتكون الحكومه عندها واحد المشروع اللي حطاته. نعطي مثال، جا واحد المقترح قانون واحد النهار حول هذاك المجال السياحي، حطوه فريق التجمع الوطني للاحرار. ملي كناخذوا المقترح تلقاو تقريبا يعني نفس الملامح الكبرى ديال هذا المقترح. نعطيكم واحد المقترح اخر اللي نتوما كلكم كتعرفوه، اللي هو المقترح ديال الوكاله الوطنيه للدم. حطوا واحد الفريق معين والحكومه عندها نفس التصور، تقريبا نفس التصور. فبالتالي منين جبنا احنا القانون باش ندوزوه داخل اللجنه ديال الوكاله الوطنيه للدم، كاين دفعات داخل هذه اللجنه ديال بلاتي راه كاين واحد المقترح اللي تحط بالاسبقيه قبل. هنا كان لابد اننا ندخلوا فيه. فهنا الحكومه تتجاوب او لا ما تتجاوبش، هنا كتمشي مع المبادره او لا ما كتمشيش معها. ولا بد ناكد على واحد النقطه اساسيه ومهمه جدا، هناك مقترحات قانون جات مهمه جدا وفي غايه كبيره جدا من الاهميه والدقه. ونعطي مثال، المقترح القانون اللي جاء المرتبط باصلاح ذاك الفراغ القانوني اللي كان على مستوى عقد الجمعه العامه ديال الشركات المساهمه. هذا واحد النائبه برلمانيه انتبهت واحد الفراغ، وهذا الموضوع حينما كنا نناقشه داخل الحكومه الجميع الساده الوزراء نوهوا بهذا الانتباه الدقيق للسيده النائبه المحترمه ووافقنا عليه، لكن للاسف راه باقي ما تبرمجش على مستوى اللجان. فمني كناخذ الان عدد المقترحات القوانين اللي وافقت الحكومه عليها راه 22، لماذا فقط تمت برمجه غير 4؟ راه 18 المقترح قانون اليوم موجوده في اللجان البرلمانيه وافقت الحكومه عليها، يجب ان تبرمج. وهنا السؤال اللي كيتطرح، لماذا لم تبرمج؟ الان نعمل واحد المقارنه باش نشوفوا ماذا تغير في بلادنا. ناخذوا السنتين ونص من العمر الحكومه السابقه ونشوفوا شحال من اجتماع تعمل. حنا في سنتين عملنا 17 اجتماع، في العامين ديال الحكومه السابقه تعملوا 5 اجتماعات فقط. وهنا لكي نكون منصفين خدينا عامين ونص. علاش؟ لان عرفنا بان الحكومه ما تشكلت حتى داز 6 شهور على الانتخابات في سنه 2017، باش نكونوا منصفين ما تكونش المقارنه مبتوره ولا منقوصه. شنو كياكد هذا مره اخرى؟ هنا ماشي باغي نقول لفرق البرلمان، راه المعارضه يجب ان تتكلم ويجب ان تقول هذا الشيء، وخصها تحفزنا اكثر حنا باش نتجاوبوا اكثر، وهذا كيدخل في صميم الاعمال ديالها. لكن الارقام راها معبره، 17 اجتماع اللي تمت عقدها على مستوى الحكومه تدارسنا فيها في المقترحات، شحال من مقترح درسنا؟ 187 ولا شحال؟ شحال درسنا في هذاك 17 اجتماع؟ 240. 240 مقترح قانون اللي درسنا وعبرنا وكاتبنا السيدات والساده البرلمانيون. وهنا عاوتاني لابد ان اعود لهذا الموضوع. علاش سوف اعود لهذا الموضوع الكتابه؟ لان الاجتماعات ديال الحكومه هي اجتماعات سريه، والتقارير ما كايناش تقارير، لا غير باش نفهموا هذا الاجتماع بعدا راه ما عنده علاقه بالمجلس الحكومي. كنكملوا المجلس الحكومي تيقول السيد رئيس الحكومه انتهى اجتماع المجلس الحكومي، حنا كملناه، دابا الان غندخلوا لواحد الاجتماع جديد اللي هو اجتماع دراسه المقترحات. عبدو ربي تيقدم المقترحات اللي درستهم اللجنه التقنيه، وماشي بالضروره تناخذوا المواقف ديال اللجنه التقنيه. مني كندرسوا حنا من الناحيه السياسيه شي حاجه اللي كتبان لنا مفيده راه كنغيروا الموقف ديال اللجنه التقنيه، راي اللجنه التقنيه للاستئناس. هما تيجلسوا كمديرين بعضياتهم تيدرسوا الاثار المالي، تيدرسوا واش كيدخل في التنظيم ولا في التشريع، تيدخلوا واش كينسجم مع البرنامج الحكومي، تيدرسوا واش فيه شي قوانين اللي كتجيبهم هذا القطاع المعني بهذا الموضوع هذا. لكن حنا على المستوى السياسي ندرس هذه المقترحات من جديد، وبالتالي يمكن لنا اننا نغيروا
مجموعه من 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 المواقف التي عبرت عليها اللجنه التقنيه. اذا عملنا 17 اجتماع درسنا 240 مقترح قانون. علاش كنكتبوا؟ اولا ماشي انا اللي درت هذه البدعه، هذه الحكومات السابقه. ولكن علاش ماشي خايبه الكتابه، مزيان خصنا نكتبوا. علاش خصنا نكتبوا؟ لان كيف سيعرف النائب موقف الحكومه من هذا من هذا من هذا المقترح؟ كيفاش غادي يعرف؟ ما عمره ما غاديش يعرف، لان هذه هاد الاشغال هاد اللجنه هادي هاد الاجتماع اللي كدير الحكومه ماشي متبوع ببيان ديال مجلس الحكومه. الحكومه كتخرج البيان تنقولوا صدقنا على القانون ولا ما صدقناش، واش اجلنا المقترح ولا ما اجلناش، واش اجلنا المرسوم ولا صدقنا عليه. هاد الاجتماع لابد ان نراسل البرلمان، ثم حينما نراسل البرلمان بموقف الحكومه، موقف الحكومه هو موقف سياسي وتحتاجه الفرق البرلمانيه الموجوده في الاغلبيه ولا في المعارضه، وبالتالي النائب البرلماني اللي كيكون عنده شي مقترح قانون وكيتبعه راه كيجي يسول، تيقول الله يخليك مقترح فلان فلان رفضتوه لنا لماذا؟ ونقدم التبريرات والتفسيرات. تنقولوا مثلا لانه يدخل في التشريع في التنظيم، تنقولوا وماشي بزاف هذه القضيه، ماشي بزاف، نادرا فاش كتوقع هذه القضيه. النواب والمستشارون حريصون جدا على انهم يشتغلوا في اطار المهام ديالهم، هذه لابد ان اؤكد عليها. لكن ملي كيكون شي مشروع عند الحكومه كنقولوا له ودي هالمشروع حنا خدامين عليه، هالتصور هالاولويات، ها بلادنا فين غاديه. فهذا علاش كذا. هذه الحكومه هذه فكرتيني في هذه النقطه، شكرا السي شفيق. هذه الحكومه هذه درسات هذا الموضوع ديال المقترحات، ولكن درسناه واحد النهار قلنا ما يمكنش البرلمان يقدم 300 مقترح قانون وحنا عاودناه، خصنا هذه القضيه يكون فيها شي شويه ديال. بدينا كنشوفوا ملي كيجي مقترح قانون اللي المفروض او لا كاين شي مشروع كنتنازلوا على المشروع. ونعطيكم مثال، القانون ديال مؤسسه الاعمال الاجتماعيه للموظفين، موظفين القطاعات الوزاريه واحد 17 قطاع، جابوه جوج النقابات على مستوى مجلس المستشارين وافقنا عليه، وكان عندنا حنا مشروع قانون، وقلنا ما يمكنش المبادره التشريعيه البرلمانيه ما تكونش عندها واحد القيمه، خاصه تفهمنا بان هذا موضوع يهم الموظفين. والنقابه جابوا قانون متميز، صحيح انه كان تعديلات ديال الحكومه، لكن في نهايه المطاف وصلنا لواحد الصيغه اللي اليوم راه هي صدرت في الجريده الرسميه واليوم راه معمول بها. فهذه الحكومه حريصه كل الحرص. اولا عملنا الاجتماعات بشكل منتظم، راه تشوفوا قدامكم جميع الشهور 17 اجتماع، كنا درنا 17 مقارنه قلت مع التجربه السابقه فقط 5. تأكد بأن هناك تعاطي وتفاعل إيجابي كبير جدا مع المبادرة التشريعية البرلمانية. الآن على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية، الأسئلة الكتابية أنا قدمت لكم المعطيات، قدمت لكم المعطيات وقدمت لكم المعطى الجديد اللي هو أنه الأسئلة ارتفعت. نرجعوا للأسئلة الكتابية، إذا الأسئلة الكتابية جاوبنا على مستوى الأسئلة الكتابية على 6290 سؤال من اصل 9530. ملي كنجيو نقارنوها مع عدد الاسئله الكتابيه التي طرحت، زيد بنتي شويه لقدام الله يبارك، لا زيد مازال هذه شحال تلقاو بان في الولايه، تلقاو بانه في السنه التشريعيه من الولايه العاشره العام اللي فات الحكومه السابقه طرحت فقط 5760 سؤال، الان 9500 وجاوبنا ب 6000، وكانت طرحات 5000 جاوبت الحكومه فقط ب 3000. بمعنى ان الحكومه بذلت مجهود اضافي ديال 90%. هنا ربما النقاش اللي خصو يكون وفي قبل ما ندخل في هذا الموضوع النقاش، راه في بعض الحالات في بعض الايام وصلنا ل 70%، 71%. شمن شهر فاش وصلنا ل 71%؟ شهر ماي، شهر ماي وصلنا على مستوى مجلس النواب 71% عدد الاسئله التي اجابت عنها الحكومه. الموضوع اللي تفضلت به الاستاذه من بيل بريس انا اجده موضوعا مهما جدا، هو هي الارقام مزيانه معبره، ولكن كيف يمكن ان نشتغل بشكل مشترك حول الكم، يعني الاجوبه ديال الاسئله الكتابيه. وهذا الموضوع هذا واحد من المواضيع اللي اشتغلت عليه من زوايا مختلفة، غنعاود هذه القضية نقولها لأنه هذا موضوع اللي مهم جدا. الاشتغال على الكم يجب أن يخضع لواحد المقاربة،
يكون فيها الجلوس حول طاولة مشتركة ما بين البرلمان والحكومة. لأنه لك البرلمان تقول أنا بغيت أجوبة كذا وكذا وتكون في واحد المستوى معين، يجب أن نعيد النظر في الأسئلة. مش إحنا كنقول، أنا ما تنقولش هنا يجب على الحكومة أن تمارس نوعا من الرقابة، ولكن مني كنطرح سؤال حول مخطط التنمية المجالية في 92 إقليما، ماشي بحال مني كنطرح حصيلة التنمية المجالية بالمملكة أو لا بالمنطقة الفلان فلانية اللي كتهم. ما يمكنش نطرح سؤال على 92 إقليما في بلادنا، وهذه وقعت حصيلة مخطط المغرب الأخضر 92 إقليم، 90 إقليم 90 سؤال. بمعنى القطاع المعني اللي هو مثلا وزارة الفلاحة، خصو هذاك الموظف ديالو ياخذ هذيك الأسئلة كلها 92 صيفطها للمديرية المركزية، واحد العشرة ديال المديريات ولا ستة غيكونوا معنيين بهذه القضية هذه، كل واحد يعطي الحصيلة ديالو ويصيفطها لجميع المديريات الجهوية على مستوى المملكة، ويتسنى هذه المعطيات هذه تجي ويجلس وبدا يقاد كل إقليم باش يعطي الأجوبة. هذا يأخذ وقتا كبيرا جدا. هذا الموضوع هذا يمكن يكون موضوع ديال المناقشة في اللجنة ممكن، ولكن باش يكون موضوع ديال سؤال كتابي بهذه الطريقة هذه، هنا تنقول لابد لأن نجد قنوات ديال الاشتغال، ماشي قنوات مؤسساتية، لأن القنوات المؤسساتية هي اللجنة هي ندوة الرؤساء. لا، خصنا نلقاو واحد الفضاء مشترك نجلسوا فيه ونتكلموا فيه بشكل مشترك، كيف يمكن أن نحسن وأن نجود من هذا الرقابة، من هذا التشريع، من هذه القضايا المرتبطة بتقييم السياسة العمومية في شمولتها. السؤال المرتبط بالأجوبة الكتابية كانت في الوسيط وما بقاتش، أنا نقول لك علاش كانت وما بقاتش، لأنه كانت كتجينا شكايات من طرف بعض البرلمانيون بأنه راه الأجوبة ديالهم كتدور في المواقع الإلكترونية هما ما توصلوش بها. نقولوا دي حنا راه المسألة ديال الإحالة هي إحالة أوتوماتيكية، حنا عندنا واحد النظام مندمج اللي هو النظام المندمج المعلوماتي، كيطيح السؤال ماشي خصو يجي لعنا وعاد نخمو فيه، بشكل أوتوماتيكي يحال على القطاع المعني، الجواب بشكل أوتوماتيكي يحال على القطاع على النائب. هنا دابا شي نائب مثلا ولا شي مستشار تيقرا شي ارتيكل ولا قد عبارة ولا قد كذا، هو ما شافش. هنا قلنا غادي نشوفوا واحد الحيز زمني معين اللي في الاول قلنا بلاتي تنشوفوا هذه المساله كيفاش ندرسوها، لكن غادي نضطروا اننا نخليو واحد الوقت فين يتوصل سيد النائب بالسؤال، ومن بان ذاك نطلقوا الامكانيه، وحتى غتكون مفيده حتى للجامعه والبحث العلمي اللي باغي يجمع مثلا معطيات حول الاسئله الكتابيه. هاد المعطيات اللي تكلمتي بها اللي قدمتيها السي فتيحي كلها هي تقديرات سياسيه. انا الان الارقام معبره، انا مثلا نقول بان البرلمان برمج قد ديال الاسئله الكتابيه وجاوبت على 6000، وفي العامين اللي فات كانت غير 3000. ملي تنقول بانه الحضور ديالي في البرلمان حضرت في اللجان بهذا العدد هذا، ملي تنقول بانه على مستوى الرقابه عبرت على التفاعل الايجابي مع الطلبات ومع الاسئله الشفهيه الانيه ولكن تبرمج غير قدها، الحكومه ما غاديش نقول تتلكى، بالعكس تعتبر البرلمان واحد من المؤسسات الدستورية المهمة جدا للتركيز ولا لتكريس الديمقراطية في بلادنا، وتعتبره الفضاء المؤسساتي الوحيد لبناء نقاش حقيقي مع الفرق البرلمانية. وأقولها وأعيدها وأكررها، يجب على النقاش العمومي في جزئه العام، يعني واحد 90% ولا 80% من النقاش العمومي يجب أن يكون حكرا على البرلمان، لأنه البرلمان فيه ناس انتخبهم المواطنين، لأنه فيه ناس برلمانيين أو لا حكومة خرجت من أحزاب سياسية. المفروض أن النقاش يجب أن يبقى داخل البرلمان، لأنه نقاش مسؤول ونقاش اللي مؤطر بالقانون وبالدستور وبالأعراف ديال العمل البرلماني في بلادنا، ولأنه عمل عنده فيه واحد المجموعه ديال المعطيات اللي محتاج المواطنين انه يسمعها، فملي كيسمعها تعرف بانها معطيات دقيقه يطرحها نائب برلماني ولا مستشار برلماني مسؤول خرج من حزب سياسي، عمل الانتخابات، صوتوا عليه الناس، يخضعوا حتى هو للرقابه على مستوى
الدوائر ديالو، يخضعوا للرقابه من المؤسسات الحزبيه ديالو، يخضعوا للرقابه من الفريق البرلماني ولا من المجموعه النيابيه، ونفس الشيء بالنسبه للوزير. فكن مطمئن، شخصيا اجد بان النقاش العمومي يجب ان يكون في البرلمان، واي نقاش عمومي واحد اخر باستثناء ما يمكن ان يكون في الفضاء المؤطر ديال العمل الصحفي، فهذاك النقاش بالنسبه لي انا غير لا يجب ان يعتد به. البرلمان، الصحافه والمؤسسات المسؤوله، والبرلمان خصو يتركز فيه النقاش بقوه. علاش؟ لان فيه ناس منتخبين صوت عليهم الشعب، وفيه حكومات منبثقه عن هذا البرلمان، وفيه ناس اللي كيخضعوا الرقابه وكاينه اليات ديال الرقابه اللي كتبدا من السؤال الكتابي وكتنتهي بملتمس الرقابه. فبالتالي يجب ان نتفق جميعا بان هذه الحكومه واعيه بهذا المعطى، حارصه عليه، وعبد ربه راه لا يدخر جهدا فانه نكون حاضرين، سواء كنا وزراء داخل اللجان او داخل الجلسات العامه. وكنظن بانه الحصيله الان اللي قدمنا مقارنه مع السنتين من عمر الحكومه السابقه راه هي معبره وتؤكد مره اخرى على الحرص ديال الحكومه انها تكون حاضره في البرلمان. واحد الملاحظه تعطيها لي الاخوان، تيقولوا بان اغلب المقترحات التي تم رفضها خلال الولايه الحاليه سبق رفضها خلال الولايه السابقه. تعاود. فالغياب انا جاوبت عليه. الاسئله الكتابيه انا عطيتك الارقام 66% وقارنت مع 61% في الوقت اللي طرحت فقط 5000. حنا دابا 9000 طرحات وجاوبنا 66، فهذا معطى مهم. كنسمع بعض النسب ديال بعض الفروق، ما عرفت منين جات. انا نعطيكم حتى الفروق البرلمانيه الاسئله ديالهم، النسب ديالهم هذا بجوج ياك غير مجلس النواب. هذا مثلا في مجلس النواب، نعطيكم شي فارق، مثلا نعطيكم التجمع الوطني الحر باش ما يتقلق تحت. الوغ يقول لك لا ما كاين مشكل. الف ها يقول لك عطيتي نمشي للمعارضه، ما كاين مشكل. اشنو بغيتي في المعارضه؟ يلا انا نعطيكم فريق التجمع الوطني الحر، نعطيكم واحد من المعارضه. 1600 دابا كنتكلم على مجلس النواب. 1691 سؤال طرح الفريق ديال التجمع، جاوبت الحكومه على 1185، نسبه الاجابه 70.08. الاسئله المسحوبه 20. المستوفات الاجل، لان هنا خصنا نميزوا بين واحد القضيه، راه السؤال ملي كيتطرح عنده اجل ديال 20 يوم، عاد كيكون واش استوفى الاجل ديالو ولا ما استوفاش، راه كاينه اسئله اللي الله طرحت غير مستوفيه للاجل. دونك مستوفات الاجل هي 434 سؤال، هذه فات الاجل، كتشكل 25%. الا زولنا 25% من 100 كتبقى لك ما بين جاوبنا 70 وتتبقى لك واحد 5% اللي غير مستوفات الاجل، ياك تقريبا هي هذيك. إذا 52 سؤال غير مستوفى الأجل، شنو الفريق بغيتو نعطيكم؟ نعطيكم أسيدي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. نعطيكم أسيدي مجموعة العدالة. طرحات 1333 سؤال، جاوبت الحكومة على 919 سؤال بنسبة 68.94، سحبت 13 سؤال بنسبة 0.98. المستوفات الأجل عندهم 385، يعني بنسبة 28%. إذا زولتي 28% ما بين ما أجابت عنه الحكومة والذي لم يستوفى الأجل راه تقريبا 72%. متفقين أسي؟ باقي شي مجموعة بغيتيها ولا شي فريق واحد آخر؟ مجلس مستشاري، نعطيكم أسيدي فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس مستشاري. قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس مستشاري 311 سؤال، أجابت الحكومة على 202، النسبة ديال 64.95. بمعنى راه ملي كنعطيكم هذه النسبة راه كاينه كنوصلوا ل 70، تنوصلوا ل 65، 64، 63، دونك حنا كنا فوق 60. كاينه واحد النسبة هنا ديال الاتحاد المغربي للشغل 82.61 نسبة الإجابة. 82.61 عندهم 23 سؤال، جاوبنا على 19. فهذه معطيات اللي تنقدموا طبعا حتى بالأسماء ديال النواب، شحال كل نائب ولا كل مستشار شحال منا. مثلا عندي هنا عندي واحد النائب قبل ما نقدموش النواب، خلينا في المجموعات وهذا احسن. دونك هناك حرص كبير على التعاطي الايجابي مع مختلف المبادرات سواء كانت رقابيه او تشريعيه. التغول، دابا الان هذا الموضوع ديال التغول والاستخفاف
والهيمنة. شوف راه الديمقراطيات في العالم، في العالم خذوا جميع الديمقراطيات اللي احنا اليوم تنشوفوا فيها بواحد النظره ديال الاعجاب وبالاهتمام، راه الديمقراطيات كلها في العالم تبنى على الاغلبيه، والا الا ما كانتش حكوميه، الا ما كانتش حكومه عندها اغلبيه فهذه حكومه غير شرعيه، طبيعي جدا ان الحكومه تكون عندها اغلبيه. لكن الدستور يعطي ويوضح الحقوق اللي كاينه عند المعارضه. نعطيكم واحد الاشاره وانتبهوا لها الله يكثر خيركم. في الجلسات المتعلقه بالسيد رئيس الحكومه، واش انتبهتوا للتوقيت اللي كاين عند فرق المعارضه اكبر من التوقيت اللي كاين عند الاغلبيه؟ عمر ما انتبهتوش لهذا المعطى هذا، انتبهوا لي. خذوا المده ديال التدخل ديال فرق المعارضه في الجلسات الشهريه ديال السيد رئيس الحكومه، هي اكثر بكثير. وغتلقاو مثلا الفرق الاولى اللي عندها 120 102 نائب بحال التجمع و90 بحال الاصاله، غتلقاو بانه كاينه فرق في المعارضه اللي العدد ديالها تقريبا هو الثلث النواب ديالها، ولكن من ناحيه المده الزمنيه هي اكبر. هذا واحد من المؤشرات اللي كتاكد بان هذه الحكومه هذه بالعكس. وهذا الموضوع عمرنا ما ناقشناه، دائما ناتي الى البرلمان ونتناقش مع الفرق البرلمانيه بمنطق واحد، هو منطق ديال ان هذا برلمان بغض النظر واش هو معارضه ولا اغلبيه. ثم على مستوى المبادره الرقابيه، غتشوفوا بان جميع الاجتماعات ديال اللجان اللي كتنعقد هي كلها اجتماعات في الغالب المواضيع ديالها كتكون من بمبادره من فرق المعارضه، ونحضر كحكومه لمناقشه مختلف هذه القضايا. ثم المساله اللي تكلم عليها السي الارقام ديال انه كنجيو في 10 المواضيع، المفروض بانه ملي كتكون جلسه من جلسات الرقابه، لجنه من اللجان ديال الرقابه، يجب ان تناقش المواضيع اللي كاينه مطروحه في جدول الاعمال. وانت كتعرف هذا الشيء، راه الاجتماع تيبدا في 10 الصباح وتنتهي في 10 الليل، وتنتهي في 11 الليل، وتنتهي في 12 الليل. فهنا من يبرمج؟ راه الذي يبرمج هو البرلمان. مكتب اللجنه حينما ينعقد ويجتمع يقرر شكون هما القطاعات اللي غادي يجيو، وتيجيبهم وتيخدعهم للمساءله والمراقبه. فما كنظنش بان الحكومه تتدخل، الحكومه تطلب بعض المرات التاجيل اذا كان مرتبطه بداك جوج ديال الاسباب اللي هي منصوص عليها ومعروفه، اللي هي اما السفر خارج ارض الوطن ولا في حاله نشاط ملكي. غير الوزاره نجاوبك عليه، هل صحيح ان الحكومه تستقوي؟ الحكومه تتهرب من المساءله ويغيب الوزراء في اعضاء الحياه. شوف على مستوى مجلس النواب كاينه واحد البرمجه اقرها المكتب ديال مجلس النواب، كاين الاسبوع الاول كاين القطاعات ديال الحكمه اللي فيها مجموعه ديال القطاعات الداخليه كذا شي كذا شي، كاين الاسبوع الثاني الشق الاقتصادي على ما اعتقد فيه الصناعه والفلاحه وكذا 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 والسياحه كاع القطاعات الانتاجيه، والثالث كاين الشق الاجتماعي اللي كتلقى فيه الصحه والتعليم والشباب والشغل وكذا، وكاين الشق الرابع اللي هو الجلسه ديال السيد رئيس الحكومه. دونك هذه هي البرمجه. حنا ملي كنجيو لهذيك البرمجه كنجيو كنشوفوا القطاعات المعنيه بهذيك الجلسه. ما يمكنش نعيط مثلا على وزير التشغيل في الجلسه ديال 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 مثلا الحكمه او لا العكس. فمني كنجي لهذه الجلسه هذه انا نقول لك رجع لجدول الاعمال، ما عمر ما كنا اقل من 4 الوزراء، ما عمر ما كنا، وفي بعض الاحيان كنا 6، بعد في بعض الجلسات كانوا 6 ديال الوزراء حاضرون، هذا دون احتساب عبد ربيه اللي دائما موجود في الجلسه. ف 4 ديال الوزراء تقريبا اللي كيجيو في كل اسبوع، انا كيبان لي في قضايا محدده اللي مجلس النواب المكتب ديال مجلس النواب حددها، هذا كيعطي واحد الامكانيه كبيره للسيده الساده النواب انهم يتفاعلوا. وفي بعض الاحيان عندنا الحق يمكن في وزير واحد بثلاث اسئله انيه، في كثير من الحالات ملي كتكون شي ظرفيه معينه مرتبطه بشي مجال هو مازال غادي يتبع مازال ما غيتبرمج، تنحاولوا انه نحرصوا على انه نمكنوا سيدة السادة النواب من انه يكون الوزير المعني بالقطاع حاضرا. شوف هذا الموضوع ديال البرلمان، هذا الموضوع ديال البرلمان والحرص ديالو، هذا النقاش غيبقى غنبقاو نسمعوه، وانا متاكد حتى في التجربه السابقه الاولى في الدستور اللي قبل منه واللي قبل منه، مني كان كاع الحضور ديال الجلسات تيبدا في 3 العشيه وتيسالي في 9 الصباح وكيمشيو الوزراء ويرجعوا شي هذا، اعتقد بانه هذا النقاش كان
وغادي يبقى. يجب ان نفكر بشكل مشترك، وهذا الشيء تنقول ماشي في اطار المؤسسات، لانه حتى انه راه ما يمكنش المواطن يتبع الجلسه العامه في التلفازه 6 سوايع. المواطن خصو يتبعها في واحد الوقت معين وياخذ فيها اجوبه القضايا تتهمه. فهنا ربما التفكير الجماعي المشترك في هذا الموضوع غادي يقدم اجابات. وانا بغيت نحيي البرلمان، بغيت نحيي مجلس النواب، بغيت نحيي مجلس المستشارين على الحرص ديالهم على انهم يمارسوا اولا يعني المهام ديالهم بشكل دستوري وديمقراطي، وايضا لانهم في كل مره الانظمه الداخليه ديال البرلمان كتجيب الجديد وكتحاول انها تتماشى مع التطلعات والانتظارات ديال 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 المواطنين. كنظن بانني اجبت على مختلف الاسئله، فشكرا لكم وعطله سعيده والى لقاء قريب ان شاء الله.